بالنسبه للجهويات في تونس بون باش نقولوا مش موجوده، هي موجوده وبكثره زاد. إن بين القالة واللي يحكي بالقاء، تجي تحقر واحد يحكي بالقالة ولا كذا، تجي تشوفه في مخه يعرف يحكي ممكن خير منك وخير ب10,000 منك. يقراوا معايا ديزافريكان وكل مثلا ديزافريكان اللي عندنا غادي في الليزات نتاعنا، حتى في الفطور في الريستو يعملوا لهم طاولة وحدهم، فهمت علاش؟ ما ولا عبد كيفك وزايدة، فهمتني؟ ما عندك حتى حل في يديك إلا إنك باش تمشي تخدم خدمة متواضعة مرماجي دهان. ولي حاجه برسم ما تشجعش، فماش انسان توا في 2023 باش يطمع في خدمه في خبزه بارده، حد ما يحبها الحاجه هذه. نقص من المصاريف الزايده وراي 5,000 ولا 10,000 في النهار على جنب، راي بالرسمي راي في شهر راي تجيب لك برشا فلوس وتنجم تسلك بها روحك وتسلك بها امورك. توا لا ماجوريتي متوانسه نمشيو نعيشوا في عيشه، عرفت انا نتبع في العباد واني باش نعلق. عسلامه، مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. اليوم نحكيو على الجهويات في تونس. اوكي بالنسبه للجهويات في تونس بون باش نقولوا مش موجوده، هي موجوده وبكثره زاد. بون بين جنوب شمال منعرش، اما باش نكونوا واضحين بين القاله واللي يحكي بالقاء ما نعرفش شنو، اما راه باش نقول لكم راه كنا رانا ولا 9 شهور، معناها ما فيش ما تستحقش، معناها ممكن طريقه تخمام نمشي معاك اما ما يصيرش. العباد الكل تنجم تتعلم، العباد الكل تولي تنجم تعرف تحكي وكل ما نشجعش على حاجه كي هكا بطبيعه الحال. نقول احنا تنجم انت تجي تحقر واحد يحكي بالقاله ولا كذا، تجي تشوفه في مخه يعرف يحكي ممكن خير منك وخير ب10,000 منك. دونك من رايي الناس الكل نفهموا بينا بعضنا وكلنا توانسه وكلنا اخوات، خلينا الناس الكل نعيشوا خيان ونقبلوا طريقة التخمام تاع العباد الأخرى. و حسيت وعرفت برشا عباد وبالرسمي العباد ما كانتش عندي جهويات في مخي، وما خممتش اني نهار نقول الطفل هذاك شبيه يعمل في ديجيس ما نعرفش شنو، خاطر كل واحد وين تربى، فهمتني؟ عرفتش المواقف في دومين قرايتك؟ مو بالنسبه لي لا، ما عمري ما تعرضت حاجه جهويات، ما وصلتش روحي بالطبيعه، وكل واحد وين توصلوا افعاله كيما قلت لك وكيما قلت لك معناها مربوطه بطريقه تخمام العبيد. يعني شوف عبدي شوف يعمل في تصرفات ما هيش، فما عبيد خرج في دي كومونتير مخايبين وزايدين ومن رايي خليهم عنده خير، خاطر كل واحد وكيفاش يعيش. اما بون شفت قدامي شفت برشا عبيد معناها يقراوا معايا ديزافريكان وكل مثلا ديزافريكان اللي عندنا غادي في الليزات نتاعنا، حتى في الفطور في الريستو يعملوا لهم طاوله وحدهم، فهمت علاش؟ ما ولا عبد كيفك وزايده، فهمتني؟ وكيما قلت لكم انا راني نبه ديما 100% راهو ديما حطوا في بالكم اللي العبد هذاك راهو شوف له مخه، ما تشوفش منظره ما تشوفش، شوف له مخه كيفاش يخمم، كل واحد وين ترب. علاش عم يخمموا هكا؟ والله علاش يخمو هكا؟ عرفت اني نشوف روحي تربيت في حومه ارقى منك باش نكون خير منك، فهمتني؟ وطريقه التخمام ما هيش او اني يا صاحبي عايش في مدينه ومخي متقدم عليك، انت تقول لي ما نعرفش اني البنات ما يمشيوش للقاوي، علاش؟ هذه انت تربيت صاحبي غادي بناتك يمشيوا للقاوي وما نعرفش وبنتك تلبسها اللي تحبه كذا. صاحبي نحنا مثلا عندنا غادي عيب غادي ما تخرجش الطفله، وما انا ما نجمش نقول لك شكون صحيح وشكون الغلط، خاطر معناها هي وتربيه، فهمتني؟ اما ما نحبش انسان يعطي في دي كومونتير خايبين للعباد، ما مزيد حكايه زايده على الاخر. انت طالب نورمالمون تقرا، شنو طموحك في المستقبل؟ والله طموحي في مستقبلي باش نقول لك برشا طموحات، و ماذا بيا ديما نخمم في حاجات. مثلا اليوم خممت نقولوا احنا نقرا جيني ميكانيك سي اف ام نقولوا نحن باش نطلع نهار اخر كونسبتور ولا حاجه، ممكن اي علاش لا، ما سا دي بون، ممكن 3 سنين اخرين يوليو يخمم يولي فيها يدخل فيها ذكاء اصطناعي، يدخل فيها ما نعرفش الخدمه نتاعك تتنحى الله اعلم، فهمت؟ ماذا بيك معناها يا واحد من الناس ديما نخمم في دي فورماسيون جد اخرين، حاجات نتاع تريدينغ، حاجات ما تموتش، نجم تاجر في العمله، نجم في برشا حاجات، فهمت؟ ماذا بيك ديما حاجه ما تموتش وديما نخمم في حاجه كيما كيك. شنو هو ميساجك للشاب التونسي اللي تشكى ديما من البطاله؟
تشكى من البطالة. والله يا صاحبي أنا نقول لك بون في تونس نمشي معك، في تونس صحيح البطالة موجودة ودينار تونسي طايح، وكل ما عندك حتى حل في يديك إلا أنك مش تمشي تخدم خدمة متواضعة مرماجي دهان ولي حاجة برأس ما تشجعش. فمش إنسان توا في 2023 باش يطمع في خدمة في خبزة باردة، حد ما يحبها الحاجة هذه. باش نقول لك تحرق حل مش حل مش حل ماهوش حل برشا، خاطر بالرسمي حتى باش تمشي غادي باش تبدا طايش بين الشوارع كيما لنا بالضبط، وغادي زاد عيشتهم صعيبه راه. دونك باش تشكى من البطاله نقولوا احنا يا صاحبي بيني بينك اخدم الخبز البارد، و25 دينار خير من بلاش، و30 دينار زاد ديما خير من بلاش. اما حاول صاحبي نقص من المصاريف الزايده، وراي 5000 ولا 10000 في النهار على جنب، راي بالرسمي راي في شهر راي تجيب لك برشا فلوس وتنجم تسلك بها روحك وتسلك بها امورك. برشا طلبه قاعدين مش قاعدين يقراوا في الكتب، مش قاعدين يثقفوا، باش تنصح؟ بون والله الكتاب بالرسمي هو الاب نتاع العلوم، هو بالرسمي اللي بدل لك طريقه تفكيرك، وهو اللي ما نعرفش احنا تو لماجوريتي من التوانسه نمشيو نعيشوا في عيشه عرفت انا نتبع في العباد واني باش نعلق تبعي. والله صحي تعيش في تبعي. دونك راك بالرسم فما كتب معناها تقراهم كما نقولوا هنا، نعطيك اكزومبل نظريه الفستق، نجم الكتاب هذاك تقراه بالرسم مستقبلك يولي حاصر بين يديك الزوز، معناها تنجم انت وحدك تبنيه، وحتى نقولوا هنا ما عندك حتى فكره وما قريت الجمله وحدك تولي تنجم تستغل افكارك حتى البسيطه هذيك بالرسم، تنجم تتحكم في المستقبل نتاعك ويتبناك كيما تحب انت بالضبط.